أهلا بكم مشاهدينا. في إيطاليا صدقت مقولة يا فرحة ما تمت، حيث اعتصمت مجموعة من الإيطاليات الغاضبات التي كنا يتحضرن لإقامة أعراسهن فمنعتهن إجراءات كورونا من إتمام المراسم. وقد لبست الشابات الغاضبات أثواب أعراسهن وتجمعنا عند نافورة تريفي الشهيرة مطالبات بتخفيف الإجراءات ليتمكننا من إقامة يوم العمر. هل قررت النجمة الأمريكية باريس هيلتون خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ سؤال شغل متابعيها بعدما كتبت على حسابها في موقع تويتر عن استعدادها للترشح الرئاسي، وهو ما جعل جمهورها يتفاعل معها بشكل كبير. وقامت بنشر صورة وهي ترتدي ملابس زهرية وخلفها البيت الأبيض باللون الزهري أيضا، وهو ما يوحي بأن الأمر مجرد مزحة. حلو اللون طالع. عادت طوابير الانتظار الطويلة أمام المحال التجارية في ميلبورن لتخزين المواد التموينية بعد إعادة فرض إجراءات الإغلاق في ثاني أكبر مدينة في أستراليا. فاعتبارا من منتصف ليل اليوم سيطلب من كل شخص في ميلبورن البقاء في المنزل إلا لقضاء الحاجات الضرورية. وتأتي إعادة الإغلاق بعد ارتفاع في عدد مصابي كورونا، رغم أن العدد في أستراليا لم يتخطى 8900 مصاب. مدينة نيويورك تطلق عشرات الآلات لبيع الأقنعة الطبية في محطات مترو أنفاق في جميع أنحاء المدينة كجزء من برنامج تجريبي لجعل معدات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات ومعقمات اليدين ومناديل التعقيم متاحة بسهولة. ضمن التغييرات التي يشهدها عالم الموضة وعروض الأزياء في باريس، أطلقت دار شانيل مجموعتها الجديدة للأزياء الراقية في فيلم مسجل. الفيلم يعرض 30 تصميما من مجموعة الخريف المقبل، وتضمنت فساتين قصيرة وسراويل منوعة وخصرا ضيقا إلى جانب الفساتين الطويلة المستلهمة من اللوحات الألمانية. نتابع الصور. الشابة البريطانية إيلي جولدستون أول عارضة أزياء مصابة بمتلازمة داون تنشر صورتها في مجلة الموضة العالمية فوغ بعد اختيارها من قبل شركة غوتشي في حملتها الترويجية لمسكرة جديدة. ونشرت صور في النسخة الإيطالية لمجلة فوغ، كما أصبحت صورة إيلي للحملة على صفحة غوتشي بيوتي في إنستغرام الصورة الأكثر إعجاباً في الحساب بأكثر من 800 ألف لايك. فاصل ونعود لمتابعة باقي فقرات صباح العربية.